اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه مصر بتواصل تحقيق انجازات محترمه جدا ومختلفه على مستوى الالعاب الاخرى، وكمان في كمان تفصيله معينه احنا اتكلمنا عنها قبل كده كذا مره، فكره ان البنيه الرياضيه التحتيه في مصر لما اتظبطت الوضع كله اتظبط، وبقت مصر في الفتره الاخيره بتستضيف اكبر واهم واشهر بطولات العالم في الرياضات المختلفه. هنتكلم كمان عن هذا الامر، وهنفتح ملفات كثيره متعلقه بالعاب الصالات والالعاب الاخرى مع ضيفتنا العزيزه اللي منوراني ومشرفاني الاستاذه دعاء بدر، نائب رئيس تحرير الاهرام ابدو ورئيس تحرير موقع تتويج نيوز. صباح الفل عليك يا استاذ صباح الفل على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. الحمد لله كله حلو، كله تمام. عندنا كلام كتير هنتكلم معاك عن حلقات النهارده، عندنا حاجات جميله كتير. نبتدي من فين؟ تعالي نبتدي بالانجاز اللي لسه حتى كنت بكلم المشاهدين عنه من شويه، وهو انجاز محترم جدا الحقيقه، يعني يحسب للاتحاد المصري للسلاح، منتخب مصر للسلاح الشيش للناشئين، والفوز العظيم اللي فازوا بيه في كاس العالم في هذه الرياضه. فتعالي نقف في البدايه عند هذا الانجاز الكبير. احنا الحقيقه اتحاد السلاح من الاتحادات اللي لازم نقف عندها كتير قوي الحقيقه، ما شاء الله. يعني اللي استوقفني الحقيقه كمان في الانجاز بتاع كاس العالم ده ان احنا بنلاقي دايما وجوه جديده. هي اولا نخلي بالنا دي بطوله عالم كاس عالم ناشئين مش تحت كبار، تحت سن 20 سنه. محمد ياسين اللي هو محمد ياسين جاب في الفردي فضه، وبعد كده جابوا في الفريق كله جاب ميداليه ذهبيه. طبعا بيدربهم كابتن سيد سامي، طبعا مدرب منتخب مصر العظيم. الرائع في الموضوع ان الكوادر الفنيه في اتحاد السلاح كلها كوادر وطنيه، يعني ما شاء الله احنا عندنا الحقيقه مجموعه مدربين اروع من بعض في كل سلاح. احنا السلاح ثلاث اسلحه مختلفه، كل سلاح ليه اللعيبه بتاعته وليه المدربين المتخصصين بتوعه. فاحنا في الثلاث اسلحه مدربين وطنيين، مدربين وطنيين والحقيقه عاملين شغل رائع، يعني بيتهافت عليهم العالم دلوقتي. ناخد بالنا بقى. جميل. طب فكرك ايه سر النجاحات دي؟ وليه منظومة. ليه غير قابله للاستنساخ في اتحادات ثانيه وفي رياضات ثانيه؟ لا، قابله للاستنساخ طبعا، هي قابله للاستنساخ بس نستنسخ صح. اي نجاح لما بيبقى نجاح وبيستمر، يعني مش مثلا بطوله وخلصت خلاص وما جاش بعدها تاني، يبقى ده في منظومه بتشتغل كويس. هي منظومه كامله بتعمل، جهاز اداري كامل بيعمل، رئيس اتحاد، اعضاء مجلس اداره، جهاز فني، جهاز اداري، جهاز طبي، لعيبه، يعني في منظومه كامله بتعمل، وفي خطه عمل علميه، اتعمل خطة عمل علمية الحقيقة. والخطة دي ما اتعملتش النهاردة ولا امبارح ولا من كام شهر فاتوا، الخطة دي معمولة من سنين الحقيقة. الاتحاد الحالي يعني برئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني من أول ما جه الحقيقة، وهم عملوا خطة هدفها إن هم يجيبوا ميداليات في بطولات العالم المختلفة ويجيبوا ميدالية أولمبية. هايل. يعني والخطه دي ابتدت تسمع، هي ابتدت تؤتي ثمار. بالظبط. الخطه دي الحقيقه من سنتين ثلاثه فاتوا بداوا يخشوا، ان هم كان في وسط في قلب كورونا كانت مصر بتنظم بطوله العالم للناشئين، قدرنا نحقق ميداليات في بطوله العالم للناشئين. بعديها الوضع بقى استمر، ما وقفناش، ما جبناش بس عشان البطوله كانت بتتلعب عندنا في مصر وكده، لا، البطوله اللي بعدها جبنا، واللي بعدها كل سنه في بطوله العالم للناشئين بنجيب ميداليات. جينا السنة دي الحمد لله احنا يعني هو بنى من تحت الحقيقة، يعني هي دي الفكرة الصح طبعا، ان هو بنى من تحت ان هو يطلع جيل قوي. كان ناقصنا نجيب ميدالية في بطولة العالم للكبار، الحمد لله ده حصل السنة دي، اكتملت الصورة. الحاجة اللي فاضلة بقى ايه؟ ميدالية أولمبية. طبعا اتحاد السلاح عمل قبل كده، وطبعا علاء ابو القاسم طبعا نجمنا الكبير كان جايب ميدالية في 2012 في فضية في السلاح في اولمبياد لندن، من ساعتها ما جبناش تاني. بس احنا ان شاء الله في باريس السلاح من الرياضات القريبه جدا من البوديوم باذن الله. قادر على تحقيق يعني لقب كاس عالم في رياضه ما، قادر صحيح على تحقيق ميداليه اولمبيه في نفس الرياضه بطبيعه الحال. احنا كنا لغايه وقت مش بعيد قوي من دلوقتي كانت الحاجه الوحيده اللي بنتفشخر بيها يعني هي السكواش. أيوة. والنجاحات المصريه في دنيا الاسكواش شويه، وبقى في كلام زي الفول اللي بيتقال على كرات اليد شويه. صحيح. ودخلنا دلوقتي على السلاح، فكويس يعني تحس كان في طوبه اترمت في الميه الراكده نتج عنها حركه.
في حاجه بتحصل طبعا يعني يعني اللي ينكر ده يبقى مش بيشوف، لكن طبعا طبعا في 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 خطط بتتعمل وفي منظومه كامله بتشتغل، مش مجرد افراد، مش مجرد كنا زمان الحقيقه يعني بنجيب ميداليه مثلا في الاولمبياد ولا بنجيب ميداليه كل فين وفين لما بنجيب ميداليه في بطوله العالم طبعا. فكان زمان بنقول ان ده حاجه مجهود فردي، ده لعيب يعني كرم جابر لما جاب الميداليه قلنا ده مجهود فردي، كان بيتدرب لوحده وكان عايش في امريكا وكان اشتغل على نفسه وقدر ان هو يحقق. لكن دلوقتي اي ميداليه بتيجي الحقيقه الحمد لله ده مجهود منظومه، ودي الحاجه اللي فرقت جدا جدا معانا وزادت الميداليات. احنا لو نبص السنه اللي فاتت احنا مصر محققه عدد كبير جدا من الميداليات في بطولات العالم، في تقريبا 12 لعبه مختلفه محققين ميداليات في بطولات العالم، دي ما كانتش موجوده قبل كده. يعني بطوله العالم دايما هي المقياس. ونخلي بالنا في بطوله العالم غير كاس العالم، يعني احنا كنا بنجيب كتير في كاس العالم لكن ما كناش بنجيب في بطوله العالم. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ بطولة العالم هي دي البطولة الكبيرة اللي هي بتبقى مرة كل سنة أو مرة كل سنتين يعني على حسب بطولة اللعبة. بطولة العالم أكبر من كأس العالم؟ بالظبط كده. أوكي. لكن كأس العالم ده بيبقى مراحل، ممكن يبقى فيه في السنة أربع أو خمس كأسات عالم. أوكي. مش كأس عالم واحد. أيوة. ده في كل الألعاب يعني في الألعاب الفردية. فردية. لكن الجماعي طبعا مختلف الوضع، لكن في الألعاب الفردية احنا عندنا كأسات العالم دي كذا واحدة في السنة، كل بلد بتقدر تقدم ان هي تستضيف كأس عالم، احنا مصر بننظم كأسات عالم كتير، لكن بطولة العالم هي دي بقى البطولة الكبيرة الرسمية. حلو قوي. برضو من الإنجازات الحلوة اللي اتحققت الأسبوع ده من أيام قليلة جدا، محمد مجدي حمزة لاعب دفع الجلة حصوله على لقب ملتقى التشيك الدولي، برضو من الانجازات المحترمه اللي عايزين نتكلم عن شويه تفاصيل خاصه بيها. العاب القوه بتفضل اللعبه اللي الواحد بيستمتع قوي او بتبسط قوي لما بنجيب ميداليه فيها الحقيقه، لان هي بنقول عليها دايما ام الالعاب، يعني هي اكتر لعبه بتتشاف واكتر لعبه مصر كان ليها باع طويل في فترات كده، يعني بتيجي فترات بنطلع لفوق فيها قوي، بيبقى عندنا كام لعيب كويس، بتيجي فترات الدنيا بتنام شويه، احنا كان بقالنا فتره حقيقه مش قوي، بس بنفضل العاب الرمي هي الالعاب المميزه لمصر في العاب القوى، ليها علاقه طبعا بالدراسه الجسمانيه وبالتكوين الشخصي بتاع اللعيبه، يعني كل هتلاقي مثلا دول افريقيا تحت هتلاقيهم مميزين جدا في الجري المسافات طبعا الطويله طبعا بسبب الطبيعه، بطبيعه البلد بتاعتهم كده. احنا مصر مميزين طول عمرنا الحقيقه في تاريخنا كله بالعاب الرمي، ف يعني بيبقى مهم قوي ان احنا نهتم بالالعاب اللي احنا عندنا فرص فيها. من الحاجات العجيبه قوي، ودي مش حاجه جديده، ده من قديم الازل، تلاقيها في العاب الدفع، تلاقيها في رفع الاثقال، تلاقيها في الرياضات اللي بتحتاج يعني قوه بدنيه وتغذيه تعملي لقاء مع بطل من دول فتفهمي من سياق كلامه اللي هو بيقوله على استحياء شديد ان هو تقريبا بيشتغلوا في ظل انعدام لاي دعم باي شكل من الاشكال، وما عندهمش حتى امكانيات للتغذيه، مش هقول لك عن بقيه التفاصيل، ومع هذا سبحانك يا رب قدره الفول بتاعتنا بتعمل شغل رائع وبتطلع ابطال عالم. ايه بقى قصه الحكايه دي؟ صحيح، هي فعلا الالعاب دي بتحتاج برامج غذائيه صعبه مش سهله طبعا، تحتاج وبروتين هيستيري وكاربس هيستيري وكل حاجه هيستيري كده. ومفيش امكانيات للكلام ده كله ومفيش ومع فلوس. ذلك بيتسيدوا العالم. يظهر قدرة الفول زي والله بتعمل شغل نار يعني. ده من زمان، خلي بالك مش حاجة جديدة. الأكل المصري فعلا في حاجات كتير بتغني عن المكملات الغذائية والحاجات اللي بياخدوها بره مكلفة طبعا، لكن ده ما يمنعش ان انت عشان توصل لمرحلة اعلى بقى من المنافسه وتوصل لمرحله عالميه من المنافسه، انك تنافس في بطولات العالم، تنافس في الاولمبياد، فانت محتاج بقى برنامج علمي طبعاً متخصص طبعاً في كل طبعاً حاجه طبعاً. يعني انت تقدر انك تجيب ميداليه مره هنا مره تجيب افريقيا، لكن عشان توصل للمنافسه العالميه فانت لا محتاج بقى خطط علميه. على ذكر افريقيا وبرضه من الحاجات الحلوه اللي حاصله الفتره دي ان مصر بتنظم يعني كاس امم افريقيا في كره اليد وعاملين فيها يعني شغل رائع وقاطعين شوط زي الفل لغايه دلوقتي، رؤيتك للاستضافه ورؤيتك للي بيتحقق فيها ايه؟ يعني طبعا منتخب كرة اليد ده بسمة مصر الحقيقة، هو أكتر منتخب لعبة جماعية بيفرحنا، يعني
ما حدش يقدر ينكر ده، اكيد وبيعوضنا عن اي اخفاقات تانية بتحصل في اي منتخب تاني. العلامة كاملة لغاية دلوقتي. صحيح. ما شاء الله بشوف زي الفل. ده الطبيعي طبعا. منتخب مصر هو المرشح الاول للبطولة. البطولة طبعا اهميتها السنة دي والأهمية دي بتعمل ستريس أكتر شوية على اللعيبة، هي إن هي مؤهلة للأولمبياد. طبعًا. الأول فقط هو اللي هيتأهل، يعني حتى ما عندناش مكان لمركز فرصتنا تاني. فرصتنا في ده واصلة لفين بقى في رأيك؟ طبعًا فرصتنا كبيرة، لكن البطولة مش سهلة والمنافسة مش سهلة. طبعًا. وإحنا شفنا مثلًا أنجولا بتلعب كرة يد عالية جدًا. طبعًا. شفنا السنة اللي فاتت الرأس الأخضر وصلت النهائي، كانت بتنافسنا على المركز الأول السنة اللي فاتت. خلينا هنلعبهم النهاردة بس في الكورة. ربنا يستر علينا ان شاء الله. ربنا يستر بقى. فالبطوله طبعا تونس المرشح الاقوى طبعا لمنافسه مصر، يعني دايما في اي بطوله افريقيا الكره اليد بالظبط هي مصر وتونس دايما المنافسه اكبر. فطبعا وتونس جايه المره دي يعني زي ما تقول كده ايه، يعني عايزه ترد اعتبارها، هي خسرت اكيد ده حق مشروع الحقيقه. صحيح طبعا. وهي خسرت بدري كمان البطوله اللي فاتت، ففي ضغط اعلامي كمان عليهم جامد، فمحتاجين ان هم يرجعوا بقوتهم تاني. وغير تونس زي ما قلنا كده ان حتى الدول الافريقيه الثانيه عندنا في دول تطور حصل في تطور كبير جدا، بس احنا عندنا ثقه كامله ان شاء الله في ابطالنا وفي منتخب اليد. بس لو الثقه كانت في محلها وربنا يصلح الحال كده ان شاء الله ونحصل على لقب هذه البطوله وبالتالي نتاهل لباريس 2024، فرصنا بقى في الاولمبياد ايه؟ انت هنا بقى بتتكلمي على مستوى تاني خالص، ليفل الوحش في الرياضه دي. مش عارفه احنا حظنا وحش شويه في الاولمبياد يعني وفي بطوله العالم، يعني مع ان احنا بيبقى دايما منتخبنا الحقيقه يعني منتخب منافس، لا محدش يقدر ينكر ابعد بالظبط. يعني احنا ممكن اكتر مره اكتر من مره حققنا مركز رابع. مركز رابع ده يعني انت بينك وبين الميداليه خلاص حاجه بسيطه. منتخبنا منتخب منافس، دي حاجه لازم نحطها في اعتبارنا دايما. المجموعه اللعيبه الحقيقه الموجوده دلوقتي كان يمكن بنعاني شويه زمان ان احنا ما عندناش ان احنا معتمدين على لعيبه كبيره شويه في السن. دلوقتي لا، في شباب كتير دخلوا من منتخب الشباب والناشئين اللي كانوا جابوا بطوله العالم السنه اللي قبل اللي فاتت، فدخلوهم مع المنتخب الاول. تصعيدهم منطقي جدا. طبعًا طبعا طبعا. والحقيقه شفنا المنتخب وهو بيلعب لا ليه شكل حلو وبيخلص الماتشات باريحيه سهله جدا. يعني الماتش اللي فات شفناه حتى كتير بفرق كبير في السكور كمان. بالظبط كده بالظبط، يعني احنا مسيطرين من اول المباراه لاخرها، دي حاجه بتريح اللعيبه كمان. طبعا الجد هيبدا بقى طبعا من الادوار الاقصائيه طبعا، لكن طبعا باذن الله منتخبنا قادر باذن الله على يعني احنا على افريقيا متفقين على ان مصر وتونس هما المتسيدين الموقف، لكن ارجع تاني لنفس السؤال في الاولمبياد بقى ان شاء الله في حال وصولنا ليها باذن الرحمن. ايه الدنيا؟ خايفه من مين بقى في الحاله دي؟ خايفه طبعا. طبعا. ولا خايفه من الكل؟ كل طبعا طبعا. الاولمبياد اي فريق بيوصل الاولمبياد هو يعتبر فريق منافس. الاولمبياد الضغط النفسي بتاعها والضغط العصبي بيبقى اعلى بكتير من اي بطوله ثانيه. لان المجد كله في البطوله دي. طبعا طبعا. يعني احنا شفنا في الاولمبياد اللي فاتت احنا كنا خلاص يعني على شعره يعني، وكنا قريبين جدا من ميداليا. ده ضغط نفسي احنا، بس احنا في حته صغيره كده ناقصه. انا يعني ايه هي في رايك؟ مش عارفه، ممكن تكون توفيق مثلا من عدم، مش عارفه، ممكن تكون حته ليها علاقه بالمدرب. اتمنى يكون المدرب ده عنده الحته اللي يديها دي للفريق بحيث انه يقدر يطلع على البوديوم. يعني يعني هي حته فرق حاجه بسيطه قوي اللي ما بيننا وبين باقي الدول. احنا ابطالنا لعيبتنا كلهم ما شاء الله محترفين بره وواخدين على اللعب بره. ما نقدرش عندك المدرب مثلا في حاله الاولمبياد اللي فاتت ما وصل بيكي للمستوى ان انت حصلتي على المركز الرابع مثلا. صحيح. اي نعم ما خدتيش ميداليه، بس انت عندك مدرب مؤهل ووصلك بالفعل للمستوى ده، ما برضه مش هينزل يلعب مع اللعيبه في مرحله ما. بس بيقدر يعني يتعامل مع المباريات بشكل مختلف. المدرب الحقيقه طبعا كان رائع. باروندو كان مدرب رائع، وباستور برضو هي نفس المدرسه على فكره، المدرسه الاسبانيه. واضح ان هي بتعمل يعني بتتاقلم بسرعه مع وعامله شغل مع رياضات الصالات عموما. يعني صحيح. مش عارف يعني في السله برضو يعني لو هنتكلم عن النادي الاهلي تحديدا. صحيح. هتلاقي ان المدرسه الاسبانيه عامله شغل نار. صحيح. تقريبا المدرسه الاسبانيه بتعرف، هي مدرسه اصلها برضو ليها
بتعتمد على اللعب الحامي واللعب اللي برضو فيها في حمية يعني في حمية كده بالظبط كده، في حمية في اللعب ومهارات طبعا، والمهارات أكيد. واحنا عندنا الحقيقة لا ما شاء الله احنا عندنا لعيبة مهارية كتير جدا. أتمنى بإذن الله إن احنا نقدر في باريس نعدي الخطوة الصغيرة اللي كانت ناقصانا دي ونعلق ميدالية بإذن الله. برضه في الفترة الأخيرة يعني كان في تنظيم مصر لبطولة أفريقيا للدراجات، وهي كمان بدورها من البطولات المؤهلة لباريس 2024، شفتيها إزاي؟ الحقيقة كانت بطولة يمكن ما خدتش صدى إعلامي كافي للأسف. لأنها كانت في وسط زحمة واحنا بنستعد. هنا اتكلمنا عنها أكثر من مرة وعملنا تقارير عنها إلى آخره، لكن بشكل عام أنا متفق معاك. يعني يمكن لعبة الدراجات مش بتاخد صدى إعلامي قوي. إحنا طبعا كويسين على مستوى أفريقيا لكن ما بنحققش نتائج كويسة على المستوى العالمي لسه، فيمكن ده سبب من الأسباب إن هي ما بتاخدش الصدى الإعلامي. ما فيش غير يمكن لاعب أو اتنين بالكتير اللي أسمائهم معروفة يعني، لكن غير كده اللعبة لسه محتاجة شغل كتير الحقيقة. احنا لسه برضو مشوار التأهل الأولمبياد قدامنا حبة في وقت فيه، لكن تنظيم البطولات الحقيقة والمضمار اللي بقى عندنا في استاد القاهرة ده كل رائع أشاد بيه الحقيقة. رائع. صحيح يعني احنا صحيح نظمنا فيه بطولة عالم قبل كده مظبوط. وكان في إشادة عالمية بيه طبعا، يعني فكرة ان يبقى عندنا مضمار نقدر ننظم عليه بطولات دي حاجة مش موجودة على فكرة غير في دول قليلة جدا في العالم. ليه؟ مع انه يعني مكلف جدا. بس برضه مش تعجيزي يعني، مقدور عليه لا بس في مكلف دولة، في يعني. دولة عندها مثلا منتخب في الرياضة دي قابل للتنفيذ، الموضوع مش حلم قوي يعني. طبعا بس يعني هي الفكره في ان لعبه الدراجات نفسها مش من الالعاب اللي واخده شعبيه كبيره، طبعا فهيقول لك يعني حتى فنصرف فيها ليه؟ ممارستها يعني حتى عدد الممارسين ليها في كل في كل الدول مش بس في مصر يعني مش كبير قوي. قليل جدا، فيقول لك انا هعمل مضمار دراجات عشان خاطر كام لاعب في الاخر بيلعبوا. ما ما ان واحنا بنتكلم، احنا شايفين المضمار اللي بنتكلم عليه اهو يعني. مضمار رائع الحقيقة، طبعا طبعا. يعني مضمار عالمي فعلا. احنا نظمنا فيه بطولة العالم، كان افتتاحه مع بطولة العالم وكان رئيس الاتحاد الدولي الحقيقة اشاد جدا بالمضمار. البطولة كانت مميزة جدا وكانت فرصة كويسة للعيبة بتاعتنا ان يشاركوا بعدد كبير طبعا. نتمنى لهم اكيد كل النجاح والتوفيق. طب تعالي بقى نروح للي هيحصل كمان كام يوم، يعني على اخر الشهر ده، اخر يناير ان شاء الله، يعني مصر هتنظم كاس العالم للرمايه. احنا عندنا اخر الشهر ده كاس عالم الرمايه، كاس وحاجه عالم كمان للجمباز، للجمباز. صحيح. وكاس تحدي للخماسي الحديث. كل حلو، ده تعالي نقف بقى عند واحده واحده منهم. كل ده في الكام تعالي يوم نبتدي الجايين. بالرمايه مبدئيا. الرمايه الحقيقه الرمايه بقوا بيبدعوا في تنظيم بطولات العالم وكاس العالم. يعني احنا على طول احنا ما فيش كل شهرين ثلاثه بنلاقي عندنا بننظم كاس عالم. الرمايه لان هي لعبه فيها برضو كذا كذا ايفنت مختلف، فاحنا بننظم يعني كل كاس عالم بيتعمل في ايفنت واحد، فالبطولات كتير قوي، فده ادانا فرصه ان احنا ننظم عدد كبير من البطولات. الاتحاد الدولي طبعا بيرحب بتنظيم مصر، لان خلينا برضو نقف عند حته مهمه قوي، ميدان الرمايه اللي اتعمل في العاصمه الاداريه حاجه رائعه، كويس وميدان رمايه دائم يعني مش كويس بيشيلوا ويحطوا. يعني كان كنا زمان ما كانش عندنا الميدان جاهز، فكان الاتحاد فك الميدان خلاص خلصنا البطولة. بالظبط كده بيخلص البطوله فك طبعا الميدان ويرجع طبعا على الاتحاد. طبعا طبعا ده طبعا فكره ان يبقى في ميدان رمايه في العاصمه الاداريه جاهز على طول، حتى هم بيتدربوا فيه طبعا. يعني بعد البطوله ما بتخلص التدريبات شغاله فيه على طول. فده يعني الحقيقه فعلا البنيه التحتيه في مصر اختلفت تماما في الكام سنه اللي فاتوا. احنا يعني تقريبا ما فيش اسبوع يا استاذ دعاء ما بنتكلمش فيه عن استضافه بطوله حسن تنظيم واستضافه مصر لبطوله عالميه في الرياضه صحيح الفلانيه او العلانيه، وكل بيشيد. وبعدين مش احنا اللي بنشكر في نفسنا يعني، اللي شاركوا وسافروا ورجعوا بالسلامه هم اللي اشادوا، هم اللي يعني عكسوا تجربتهم الايجابيه اثناء تواجدهم في مصر في الفتره دي، فحاجه صحيح. عظيمه هما جدا. حاجتين كمان الحقيقه يعني غير البنيه التحتيه، فيعني الحمد لله ان احنا الجو عندنا في الفتره دي احنا يعني احنا لسه بنقدر نلبس صيفي لغايه دلوقتي. الدول التانية خلاص انت تلج ما تقدرش تعمل طبعا اي حاجه في مكان مفتوح، صحيح. لكن احنا قادرين ننظم بطولات دي طبعا حاجه حتى الرياضات الشاطئيه كمان عامله صحيح شغل عندنا. صحيح صحيح بالظبط كده. عندنا بطوله كمان بدايه الشهر الجاي في شرم الشيخ. لا يعني الحياه في مصر مختلفه شويه مسهله الحاجات دي كويس قوي. طيب اتكلمنا عن الرمايه، تعالي بقى نتكلم شويه عن الجمباز.
الجمباز ده كاس العالم. طبعا الحقيقه الجمباز برضو احنا خدنا تنظيم البطوله دي لمده 4 سنين، يعني احنا كل سنه بننظم كاس العالم ده في نفس التوقيت. دي طبعا ثقه بتبقى من الاتحاد الدولي في التنظيم بتاع مصر. اكيد بتبقى فرصه طبعا، مفيش مساحه لاي مجاملات الحاجات لا دي. لا لا خالص، الواحد زائد واحد لا يساوي طبعا اتنين. لا طبعا لا لا، هي احنا فعلا عندنا كوادر كمان اداريه دلوقتي لاداره البطولات بقت عاليه جدا، يعني ما كانش موجود الكلام ده زمان. احنا زمان كنا عشان ننظم بطوله بنعمل يا الموضوع صعب جدا، لكن دلوقتي خلاص بقى، وفي من كتر ما بننظم بطولات فخلاص عارفين السيستم وعارفين كل حاجه تتعمل ازاي، كويس أوي. حاجات محفوظه يعني زي ما بنقول كده، الخريطه بتاعت أيوة. الشغل بتاعتهم محفوظه ومعروفه، ما فيش غلطات، يعني لو في غلطات هتبقى حاجات بسيطه جدا. كويس أوي. البطوله ان شاء الله هتبقى فرصه كويسه لابطالنا، يا رب باذن الله يبقى عندنا نتائج كويسه احنا كمان عموما في الجمباز وميداليات. واصلين لفين؟ يعني لما نقارن نفسنا بالغير احنا فين بقى؟ احنا الحقيقه الكام سنه اللي فاتت بدانا نتحرك شويه. الجمباز لعبه صعبه جدا، تحقيق ميداليه عالميه ميداليه اولمبيه في الجمباز دي حاجه حلم، يعني مش حاجه سهله يعني. لكن الكام سنه اللي فاتت ابتدى يبقى عندنا في الناشئين، يعني احنا جبنا ميداليه في بطوله العالم للناشئين، كان يحيى زكريا لاعب صغير لسه، دي اول مره تحصل في التاريخ. كويس، يعني دي تنديعة دي وبشرة اه خير. اه صحيح طبعا، دي اول مره تحصل في التاريخ يعني. ف ابتدينا نتحرك، بدأنا نجيب ميداليات في كأس العالم مره كده مره كده، يعني في نتائج، بس طبعا مش ايه، مش بشكل لسه ايه دائم، ولسه بقى ما وصلناش لبطولات العالم الكبار. ربنا يصلح الحال. يا رب. ايه ده بقى الحاجة الثالثة اللي قلنا ان مصر هتنظمها؟ الخماسي بقى طبعا. ايوه حبايبنا دول طبعا، برضه عاملين شغل حلو الحقيقة. طبعا طبعا، لا لا الحقيقه الخماسي، يعني انا بشوف ان الخماسي والسلاح طبعا لعبتين محققين انجازات يعني غير طبيعيه. لا صحيح. يعني فعلا، يعني ما فيش بطوله بيروحوها غير لما بيبقى في حد بيعلق ميداليه فيها. وان شاء الله ده يحصل المره دي باذن اكيد الله. طبعا، لا ده ما فيهاش هزار. دي بطولة التحدي، اسمها بطولة التحدي. البطولة دي استحدثها الاتحاد الدولي، بطولة جديدة مش قديمة، مجموعة بطولات 4 بطولات هيتعملوا خلال السنة عشان يجمعوا نقط للتأهل للأولمبياد. الخماسي الحقيقي للتأهل للأولمبياد أول طريقة فيه هو التصنيف الدولي، في التصنيف الدولي ده محتاج تجمع نقط، فهم عشان خاطر كانت فترة التأهيل الأولمبي ضيقة بسبب إن طوكيو اتعملت سنة متأخر، فراحوا عملوا البطولة دي عشان يقدروا يجمعوا نقط أكتر. مصر طبعًا استضافت واحدة من الـ4 بطولات اللي هيتعملوا في العالم، البطولة فيها مشاركة كبيرة جدًا عالمية، وعندنا منتخبنا مشارك بـ6 ولاد و6 بنات، وشاركوا الحقيقة كان يعني الرؤية الفنية إن هم يشاركوا باللاعيبة اللي إيه اللي لسه ما تأهلوش طبعًا الأولمبياد، يعني اللاعيبة اللي تأهلوا الأولمبياد خلاص مش هيلعبوا. والبطولة هتبقى استعداد لكأس العالم، والخماسي الحديث عنده الشهر الجاي كأس العالم إن شاء الله بينظمه في مصر. يا مسهل الحال. بنحب دايما الفقره اللي بتطورينا فيها، لان بنمر برشاقه كده على كل الملفات زي ما عملنا في حلقه النهارده. نورتينا وشرفتينا، بشكرك على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا لي. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام، اتفضل.